سيداتي آنساتي سادتي أحبائي، طابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا من ملعب واندا متروبوليتانو، الملعب الجديد لفريق أتلتيكو مدريد ابتداء من موسم 2017. أتلتيكو مدريد برشلونة، طاب مساءكم بكل خير مشاهدينا في كل مكان. أهلا بكم معنا، مباراة هذه الليلة لن تفوت بالتأكيد. هو التشكيل لمباراة اليوم. والآن مع انطلاقة المباراة، سافيج، ساول، غايتان يبحث عن المهاجم، يعدي إلى منطقة الجزاء، ينقل الكرة للجانب الآخر، يحاول أن يلعب كرة بينية. سواريز مر لوحده الآن ويعود بالكرة إلى الوراء. نيمار يلعب كرة إلى الوراء، لمسة بينية، ينجح المدافع في تغيير اتجاه الكرة العرضية، تتحول إلى ركنية بعد ذلك. نيمار تصدي رائع جدا من الحارس، إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. غايتان، غريزمان، كاميرو، الكرة على الأطراف، كرة في المساحة الخالية مع خوان فران. تغيير اللعب على الجناح، إنيستا، كرة كانت عالية بعض الشيء. غاميرو، ميسي، الكرة على الجناح، الكرة ملعوبة عرضية، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. غاميرو، فرصة هجوم معاكس، ولمسة أخرى، لمسة في المساحة الخالية، كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. نيمار، جوردي ألبا، الله، تسديده في اتجاه المرمى، تصدي غير عادي من حارس المرمى. يا لها من كرة، ويا له من تألق، ويا له من حارس مرمى.
نيمار، اندفاع غير عادي من جهة اليسار، كرة طولية إلى الجناح، الكرة على الأطراف، ليونيل ميسي يستعيد الكرة مرة أخرى، أنتوني غريزمان، كوكي يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة، ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة، كرة إلى الأمام ويمر، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم ويعود بالكرة إلى الوراء، برشلونة يحصل على الكرة مرة، لويس سواريز من سيستلم هذه التمريرة الطولية، أنتوني غريزمان يلعبها طولية، أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه، بوسكيتس، ميسي، إنييستا، لويس سواريز، الله على روعة الهدف، تلك هي فائدة تدريبات على دقة التسديد، حارس مين يا عم ممكن يصد هذه الكرة؟ هذه طريقها إلى المرمى مفتوح، برشلونة يتقدم بهدف نظيف، تقدم مستحق بصراحة، سافيتش، جودين، غايتان، الكرة ملعوبة من مسافة، يفقد توازنه، انطلاقة غير عادية، هذه كرة خطيرة، ماسشيرانو، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، دفاع يغلق كل المراكز، ليونيل ميسي قطع مسافة كبيرة جدا بالكرة لوحده، مجهود غير عادي ونجم بإمكانيات هائلة، لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة، في انتظار التمريرة الآن، بوسكيتس يحاول استفادة من زميله في جانب الملعب، بإمكانه إبعاد الكرة، تغيير اللعب على الأجنب، يلعب العرضي، لويس سواريز الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة، لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس، كاميرو يحاول تمريرها من بين المدافعين، الكرة على الجناح، تحرك جميل بالكرة، ينجح في المرور، هذه فرصة خطيرة، يتعثر ويفقد توازنه، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ، جوردي ألبا أمام فرصة للتسجيل، سامويل أومتي، ليونيل ميسي، الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى، تسديدة من مسافة بعيدة، الكرة اعتلت العارضة، سواريز يملك مهارة عالية ولكنه يلعب بشكل فردي، كاراسكو، كوكي يلعبها لمنطقة الخطر، ساول،
خوان فران جايتان، كرة طولية في المساحة الخالية، جوردي ألبا يبحث عن الحلول، لويس سواريز يبحث عن المهاجم كاراسكو. وصلنا الآن إلى منتصف المباراة، نتيجة أسعدت اللاعبين بالتأكيد أيضا المشجعين، هل ينجحوا في المحافظة على هذه النتيجة؟ ستنطلق صافرة بداية الشوط الثاني، برشلونة يتقدم في النتيجة بهدف نظيف. جايتان، نيمار في محاولة مرور من الجهة اليسرى ويعود بالكرة، ليونيل ميسي تقريبا كان محظور في هذه اللقطة. سافيتش، كاراسكو، كوكي، أنتوني غريزمان، كرة طويلة وعالية، ميسي يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، ساول أداء دفاعي كبير جدا هذا اليوم، يحاول تمرير كرة، مرت الكرة بشكل جميل، ساول الله ما أرواك، لعبة في منتهى الروعة، هدف أتلتيكو مدريد فعلوها وأحرزوا هدف التعادل. بكل هدوء وضعها في الشباك بدون تردد، يواصلون المباراة بعد أن تعاد الفريقان. لويس سواريز، لمسة بينية، سيتم إجراء تبديل بحسب ما أراه الآن أمامكم هنا عند خط التماس. غريزمان، فيليبي لويس، وين هالتمريرة الآن؟ كرة على الجانب، تمريرة بينية، باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. بيكيب، ميسي، أنتوني غريزمان، سواريز في انطلاقة جميلة بدون أي مضايقة، يبحث عن حلول لويس سواريز وينجح في تسجيل الهدف. هل يكون هذا هو هدف الفوز في المباراة؟ خذها مني ببساطة، هذه كرة لا تصد ولا ترد. عندما نكون لاعب يولد داخل منطقة الجزاء، هذا هو الهداف، وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. كرة في منتهى الروعة، برشلونة متقدم بفارق هدف الآن. كوكي، كرة طويلة إلى الأمام، فرناندو توريس، كرة طولية إلى الأمام، نيمار، وين هالتمرير الآن؟ إمكانية مرتدة الآن، كرة طولية في المساحة الخالية، فرناندو توريس
انقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل امام المرمى، انقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. يحاول تمريرها من بين المدافعين. في انتظار التمريرة الآن. ساول. كوكي. فيليبي لويس. سواريز. ينجح في المرور، يرفع كرة. ينطلق إلى الأمام بسرعة. يلعب كرة على اليسار. يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. يقطع الكرة، كرة إلى الأمام. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. فرناندو توريس. فيليبي لويس يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. بيكيب. يستعيد الكرة سريعا. إنييستا. فيليبي لويس. خوان فران. ساول. كوكي. أنتوني غريزمان. فرناندو توريس. كرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. الكرة على الأطراف. يحاول تمرير كرة. يحاول أن يلعب كرة بينية. كاراسكو. في انطلاقة قوية من جهة اليسرى. يلعب كرة بينية. خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. يضع الحكم يده في جيبه من أجل إخراج بطاقة صفراء. ميسي. جوردي ألبا. ويلعبها أرضية. كرة طولية إلى الأمام. وينهى التمرير الآن. الله ما أجمل هذه الكرة، ملعوبة إلى الأمام، لا يمكن إهدارها. جوردي ألبا يلعب كرة إلى الوراء. قراءة ممتازة من الدفاع. الكرة ملعوبة من مسافة. يحتسب الحكم ركلة حرة. هناك تحركات كثيرة عند خط التماس. يبدو أن هنالك تبديل في الطريق. الله على هذه المهارة، جميلة جدا الكرة الأخيرة. غايتان. فرناندو توريس. نيلسون سيميدو يتسبب في احتساب المخالفة. يبحث عن المهاجم. لويس سواريز. تقدم جميل هنا. أعتقد أنها بالفعل مخالفة. يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم.
هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة ليقدمها الجول كيبر. ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. ميسي، الكرة على الجناح، الله على اللعبة الجميلة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. كرة طولية من الحارس، وها هي صافرة نهاية المباراة. الأمر كبير جدا، عميق في نفسية اللاعبين، تجاوز مباراة معقدة صعبة في هذه الليلة، والفوز فيها أمر رائع لهؤلاء الشبان. أعتقد أن الكثير من اللاعبين سيصابون بالإرهاق بعد تلك المباراة، لكن رغبة الفوز هي اللي غيرت الكثير من الأشياء، جعلتهم يتفوقون على التعب والإرهاق وعلى الضغط البدني والعصبي في هذه المباراة. كانت هذه نهاية المباراة سيداتي وسادتي، نشكركم على حسن المتابعة.